التطبيق هو دوت الشكل النهائي. نقفل اهو الشكل النهائي بتاعنا ان شاء الله. نبتدي بسم الله، كنترول ان عشان نجيب قائمة نيو، بعد كده نختار انترناشونال بيبر اي 4، نخلي المود كلر او كلر مود سي ام واي كيو. طبعا زي ما متفقين لازم نعمل هوامش او جايد، لو هي سنتي تقريبا ممكن كده. هو سنتي طبعا كتير، احنا ايه ممكن 7 مللي تقريبا. تمام، اول حاجة هنعملها نقوم جايبين مربع زي كده، مثلا ممكن نجيب عند 20. تمام، نجيب مربع حد هنا، كنترول شيفت ان نيو لير، بديله اللون كده، نفتح اللون شوية. تمام، كنترول دي هنجيب خلفية خشب دي نحطها كده على طول. تمام، نعمل وهي معمول عليها كنترول تي كده، كليك يمين، نختار تالت واحدة وشيفت الت، ونقوم عاملين كده عشان نديها سنة الميلان. شيفت الت برضو، نبعد كده شوية. تمام، نيجي نلف وبعدين تك انتر كده، كنترول تي تاني، نجيب الجنب شيفت والت برضو. تمام، ننزل لحد البيت كده. تمام، طيب احنا هنا نبص عليه، عاوزين نرسم دي كده. هنيجي مثلا ناخد عشان نرسم حاجات مظبوطة، لازم ناخد بايت كده مثلا عند 4 أو نخليها 5 سنتي، وهذه 20 بالنسبة لها ماشي. عشان نجيبها بالظبط سيلكشن، نعمل كده نقوم ساحبينه كده اهو كده، خدنا نفس المسافة كنترول دي عشان نجي بالبين تول. طبعا هنختار اللون، نيجي بالبين تول نختار حرف البي كده، ماشي. نيجي بالبين تول تاني، معلش عفوا كده كده هنا، كنترول شيفت سوري، بعد كده هنا كنترول دي عشان نعمل سيلكشن، نزوم ان عفوا يا جماعة ارتكت خطأ، كنترول تي أبعدها شوية. تمام، نجيب البين تول برضو، كنترول انتر عشان يبقى سيلكشن، وبعد كده كنترول شيفت ان نيو لير، بعد كده املا
وارجع لورا. طبعا اللون مش هيبقى كويس، نغمق شوية، نيجي عند كنترول نعمل كده يا حبيبي السليكشن. تمام، ونيجي نعمل زوم ان كده ونظبطها عشان تكون متظبطة. تمام، بعد كده هنيجي عند الساندوتش طبعا بالشكل كده، نيجي بالماجيك نعمل سيلكت، بعد كده تك شيفت ونزود، شيفت ونزود، تمام كده جاب سندوتش بالظبط. بعد كده كنترول شيفت اي عشان يقلب السلكشن، بعد كده كنترول الت ار عشان نجيب الرفاين اتش. نحاول يا جماعة نتعامل بالاختصارات دايما. بعد كده نزود الفيزر او نزوده شوية، وبعد كده نقلل شيفت اتش نخليه بيتسلم، بعد كده نيو لاير نقول له اوكي، خرجها لي كلير لوحدها. تمام، بجيبها كده ونزلها هنا، عشان اعمل لها حركة ان هي تظل. نجيب سلكشن دايرة كده، نعمل دايرة كده، لكن نقول له كنترول شيفت ان نيو لاير. بعد كده مثلا اجي اختار لون اسود، بعد كده تك كليك يمين عليها وتك فيذر، خلي الفيذر 50 ماشي، سوري فيذر 50، وقوله واملى فيذر 50 كتير، ثانية كنترول سوري، خلي 35، تمام نملى اوكي، كنترول دي عشان الريسلكشن، نزل تحت الساندوتش. ممكن نخلي الأوباست بتاعها 75 مثلا، أو تمام هو كده معقول، معقول جدا. نيجي هنا عشان نعمق، ممكن نعمل ناخد كده نعمل سلكشن عليها ونغمقها. تمام، بعد كده نيو لاير نفس السلكشن عليها، نجيب البرش نكبر البرش طبعا بالدال، حرف الدال، ونصغر شوية. تمام، خليني نيو لير تاني، وهي برضه سلكشن محطوط، خلي بصمة برش نصغره شوية، نعم كده شوية، بعد كده كنترول يغلي لحد كده. تمام، هنيجي طبعا
هنا هنقوم بين الاسم طبعا يا جماعة ده اسم بس المثال مش اكتر يعني مش اسم حقيقي. طبعا هنكتب هنا اسم المحل او المكان اللي بيبيع الحاجة ديت وفوق وصفه وهنا شرح سندوتش او امكانيات ممكن نظبط هنا شوية. اوكي ونحاول برضو الفونتات تكون كويسة. نيجي تحت نعمل مربع كده يولير طلع ممكن نغمقه شوية. ممكن دي طبعا طبعا بعدين نيجي يعني بوكس تكست تمام. وبعدين نحط في الكلام بتاعنا طبعا ده كلام غير مترجم يعني او مش مظبوط بس هو دي المنظر. ممكن نيجي هنا نجيب شيب اللي أصبح ممكن
كده يا جماعة، وبكده يكون انتهى درسنا أو تطبيقنا. وما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد، وشير لأصحابك عشان يستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.